وللحديث أكثر عن ما أوردتها أو عن ما أوردت مراكز البحث الغربية ما أن إيران تستخدم الميليشيات العراقية لتنفيذ سياساتها الخارجية التوسعية وحقيقة ذلك على أرض الواقع، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بألف خير. أهلا بكم وحياكم الله وحيا مشاهدي وكل عام يعني بخير. حياك الله. بداية، هنالك ضغط كبير من الكونغرس بعد تنامي نفوذ إيران في العراق على الرغم من المعارضة الشديدة للإدارة الأمريكية داخل البرلمان، إلا أن كل الأطراف اتفقت على هذا الملف. ما هو تفسيركم لهذا التوافق؟ السلام عليكم. يبدو أن الولايات المتحدة أو هناك يعني الجهات الفاعلة في الكونغرس الأمريكي تحديداً وصلت إلى قناعة أن التخادم، مرحلة التخادم الأمريكي الإيراني شارفت على النهاية، يعني مقاول الهدم الذي استخدمته الولايات المتحدة لتدمير العراق وهو إيران أدى دوره بشكل كامل، وبدأ الآن بتجاوز حدوده المتفق عليها بين واشنطن وطهران في إطار مشروع تدمير العراق كما قلنا. ولذلك يعني ارتأت هذه الجهات أو توافقت هذه الجهات الأمريكية على وضع حدود وليس قطع أذرع، وضع حدود لهذا النفوذ الإيراني في العراق. هذا فهمي لما يجري في العراق من يعني تنافس أو خلاف محدود بين الولايات المتحدة وإيران، وليس خلافا جوهريا، ليس صراعا جوهريا عفوا، هو خلاف على النفوذ ومدياته، وبالتالي يجب يعني ارتأت الولايات المتحدة أن تضع حدودا لهذا النفوذ بعد أن أدى مقاول الهدم الثانوي كما يسمى كما نطلق عليه وهو إيران دوره الكامل في مشروع يعني تدمير العراق ونهب ثرواته وقتل أهله. معهد واشنطن في تقرير له يقول إن على واشنطن الرد على الميليشيات الموالية لإيران نتيجة استهدافها القوات الأمريكية. إلى أي مدى ترون أن قرار الكونغرس بشأن ميليشيا بدر وباقي مكونات ميليشيا الحشد يعني هو أحد هذه الردود؟ المعهد واشنطن هو أحد المعاهد ربما المتشددة في الولايات المتحدة. هناك الكثير من مراكز الدراسات ومعاهد التفكير كما تسمى في الولايات المتحدة. معهد واشنطن هو يمثل الوجه يعني مجموعة الصقور في مواجهة المشروع الإيراني في العراق وفي منطقة الخليج العربي وعموم منطقة الشرق الأوسط، وهناك أيضا مراكز بحث ودراسات أخرى ترى نوعا من العلاقة مع يعني بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا المعهد كما قلنا لا يمثل كل ما يجري التفكير به على الساحة الأمريكية، ولكن الموضوع المهم الذي أشرت إليه حضرتك وهو موضوع إيقاف التمويل الذي أعلن بالأمس من مجلس النواب وحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره كقانون. هذا حقيقة يفضح الدور الذي يعني قامت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة ابتداء من مرحلة ما قبل غزو العراق فعلا، ويعني تواصلت في مرحلة الغزو ومرحلة الاحتلال ومرحلة تثبيت المشروع الاحتلالي عبر ما يسمى العملية السياسية من خلال هذه العصابات الإجرامية الإرهابية أمثال منظمة ميليشيا بدر وغيرها. ويعني جاءت مرحلة كما يطلق عليها القتال ضد تنظيم داعش بشكل غطاء مناسبا للطرفين للتعاون والتخادم بشكل أكبر، ومع أن هذه المرحلة انتهت منذ سنوات، ولكن طيب، ما يزال الدعم الأمريكي قائما لهذه الميليشيات. إذن الولايات المتحدة الأمريكية من مررت النفوذ الإيراني في العراق فيما سبق تتراجع اليوم عن مواقفها مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المقبلة. هل تعتقد أن الديمقراطيين سينتهجون نفس النهج فيما لو نجح جو بايدن بالانتخابات؟ لا، هذا يعني موضوع بالتأكيد ستكون العلاقة مختلفة، ولكن نحن في الحقيقة يعني الاختلاف
المسؤول الأول في إدارة الولايات المتحدة في البيت الأبيض أو في المكتب البيضاوي قد لا يعني تغيرا في السياسات وقد لا يعني ثباتا فيها أيضا في نفس الوقت. يعني نحن وجدنا أن من قام بغزو واحتلال العراق هو الإدارة الجمهورية، أو هي الإدارة الجمهورية بواسطة مجرم الحرب جورج بوش، ولكن من جاء بعده أوباما وهو ديمقراطي ثبت نظام الغزو والاحتلال والمشروع التخريبي في العراق، وسلم العراق بالكامل لإيران، بل سلم المنطقة بالكامل لإيران في سوريا، في الخليج، في يعني العديد، في لبنان، وليس في العراق فقط، سلمها لإيران. وبالتالي ربما يبقى هذا النهج يعني المتشدد الذي اعتمده نوعا ما دونالد ترامب ضد المشروع الإيراني طيب، المنافس في المنطقة، وقد يختلف. الدراسات الغربية تقول أو في الفترة الأخيرة تؤكد أن إيران تستخدم الميليشيات العراقية لتنفيذ سياساتها الخارجية التوسعية. إذن نحن أمام جماعات عابرة للحدود. هل تعتقد أن قرارا دوليا يمكن أو يمكن أمريكا من محاربة هذه الميليشيات على غرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة المسمى بين قوسين داعش؟ لحد الآن لا يوجد مثل هذا القرار، ولا يوجد حتى توجه لإقرار مثل هذا التحالف. هذا الأمر نعم يحتاج إلى يعني قوة مهمة وإرادة حقيقة عالمية لا تسمح للإرهاب، لمشروع الإيران، مشروع إيران الإرهابي بالتمدد في المنطقة. الآن هذا المشروع الإرهابي يعني تمدد في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا، وانتقل إلى مناطق ومديات أبعد أيضا. وبالتالي لابد من نوع من التحالف أو من الإرادة الدولية لإيقاف هذا المشروع الإرهابي التخريبي الذي يؤثر ليس على المنطقة العربية أو الوطن العربي فقط، وإنما منطقة الشرق الأوسط وما جاورها والعالم. بالكلام عن الشرق الأوسط، الممر الاستراتيجي لإيران يبدأ من طهران حتى شواطئ لبنان مرورا بالعراق وسوريا. ما دور الميليشيات في ترسيم هذا الممر؟ الممر الإيراني هذا لم يكن ليحدث لولا غزو العراق أولا واحتلال وجود هذه الميليشيات الإرهابية المغطاة يعني بالدعم الأمريكي والدعم الإقليمي وبعض الدعم العربي أيضا لهذه الميليشيات. هذا الأمر الذي حذر منه في السابق، حذر منه بعض الزعماء العرب من وجود هلال شيعي كما يسمى، وهو هلال فارسي وليس شيعي. الآن أصبح بمنطوق هذه الميليشيات، وتحديدا ب يعني كما قال الإرهابي قيس الخزعلي، أصبح بدرا، وهذا الهلال أصبح بدرا. هذا المشروع الذي يمتد من إيران عبر بغداد في سوريا في لبنان إلى شواطئ البحر المتوسط، ويهدد بالتالي حتى الأمن في أوروبا وفي شمال أفريقيا، ما كان ليحدث لولا وجود هذه الميليشيات كما قلنا. وللأسف هذه الميليشيات تحظى حتى الآن بالدعم الأمريكي والدعم بعض الدعم العربي أيضا من خلال الانفتاح العربي على السلطة في بغداد، التي يعرف الجميع مهما تبدلت الوجوه في سدة الحكم تبقى حكومة بالنفوذ الإيراني وبالهيمنة الإيرانية شبه المطلقة على كل شيء في الأرض. نعم، كنت معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل عبر سكايب من العاصمة، عفوا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك.